الشيعي ما يحب شيء اسمه سنة، وصالح الشمري بالدوي دم طروسه الحبر. وهذا سعد المنصور السني يكره الشيعة وايد، حتى عبد العزيز النجار ما يطيق البدو كلش. اجتمعوا كلهم اليوم مجبورين علشان يسوون برزنتيشن عن ايام تحرير الكويت وشلون كان تلاحم الكويتيين بذاك الوقت. وصدمهم الدكتور بسؤال، سألهم إذا كانوا راح يكونون بنفس التلاحم اللي كان عليه أجدادهم إذا صار غزو ثاني لا سمح الله. والصدمة الأكبر لهم إنهم كلهم بنفس الوقت قالوا الكويت تجمعنا. هذول هم الكويتيين، دايما على قلب واحد، سني وشيعي، بدوي واحضري.